نستعرض معكم أبرز العناوين في الصحف والمواقع الإخبارية والتي اهتمت بآخر التطورات في الشأن الدولي والعالمي. نبدأ من الموقع الإخباري الأول رويترز في عنوان رئيسي: ترامب نتحدث مع أعضاء في الكونغرس بشأن جهود الحد من حيازة الأسلحة. إندبندنت العربية: جونسون يطالب النواب عدم عرقلة خططه واحتجاجات في بريطانيا وأيرلندا الشمالية. NHK اليابانية: انطلاق مهرجان لتعزيز التبادلات بين اليابان وكوريا الجنوبية في موعده المقرر رغم توتر العلاقات الثنائية. مونت كارلو الدولية: حزب البديل لألمانيا. شونكوا عنوان رئيسي: واشنطن تؤكد قرب اتفاقها مع طالبان بنهاية الجولة 9 من مفاوضاتهما بالدوحة. أوكرانيا بالعربية: الرئيس الأوكراني يلتقي مع الرئيسة الجورجية ورئيس الوزراء البلجيكي في بولندا. وكالة يونهاب للأنباء: كوريا الجنوبية وتايلاند تعقدان محادثات قمة اليوم لمناقشة تعديل التعاون في الصناعات المستقبلية.